ليك بسرعه بتمشي من هون وبتطلع من هي الحاره فورا، وبتورجيني طولك على درب الطريق اللي قدامك، وتحسس على راسك قبل ما تجي تطلب بنات الناس. تمام مروان؟ وزين كلامك قبل ما تقوله، بس مو الحق عليه، الحق علي انا. هي جزات الخير اللي عملته معكم؟ اجيتونا ناسحين على الحاره وقاويتكم ببيت سياح نياح بغبرتكم وعفرتكم، ولا نسيت؟ كتر خيرك، كتر خيرك يا ابن الاصول، كتر خيرك يا فاعل الخير والصواب يلي لميت اولاد بلدك من الشوارع بعد ما نزلت بيوتهم فوق راسه. كتر خيرك والله يكتب لك اياها عند رب العالمين. شو مروان؟ عم تشحدي علي؟ لك ايه؟ انت وامثالك بينشحد عليكم، اللي الرزقه ما عبت عينكم، بس ما بقول غير الله يدوقكم اللي دوقنا اياه، بس ما تصبروا الصبر اللي صبرناه. والله لولا العيب ولولا انك حرمه كبيره ولاني ما بتطاول على النسوان لفرجيتكم. شو بدك تورجينا يا كلبي يا واطي؟ شو بدك تورجينا يا قليل؟ شو بدك؟ ما راح تصير ايدي يا ابنك بس لك امي روح، لك روح اتركوا اتركوا يا مروان. خلص يا مروان، انا بأكل واحد على المدن. يلا ما بعدين انا اللي بلون ابو غسان، ما راح شايفه عيب عليكم. تيم لي على شبك، انا بأكل واحد على المدن. الو يا عمي، انا رح روح معك على الحفله. ايه يلا الله معك. خالص الحمد لله على السلامة. يسلم هالإيدين. احكي لي بقى شو اللي صاير معك؟ ما عجبه طولي، لطشني قام قدحته. عن جد عم بحكي، قل لي شو القصة؟ شو بدك بسواد القلب؟ بكفيك اللي فيكي؟ طب مالي أنا عم بقول لك احكي لي. علينا كسر كذا شهر بجار البيت. صيبة قدرت تطري له راسه لهذا الكلب يصبر علينا فترة. آخر طب الكيل قال بده يتجوزها. شو؟ إيه قال لحاله إنه له معنا مصاري كتير ما رح نقدر نسده، فبنشتري سترتنا بإنه نوافق نزوجه صيبة، وهو من جيل أبي شرطك. إيه شو إيه؟ لما سمعت بالسيرة سكر راسي تليت فيه.